زينب، مثل ما تابعنا بأحداث شهدتها 20 تشرين الأول، شهد 20 تشرين الأول وهو اليوم العالمي لهشاشة العظام لتعزيز الوعي الصحي حول مرض هشاشة العظام وكيفية الوقاية منه وطرق التشخيص والعلاج المتاحة للمرض. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع معنا الدكتور جهاد داغستاني، أخصائي بالأمراض العظمية. صباح الخير دكتور. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك وجمعة مباركة. خلينا نحكي بداية دكتور عن هشاشة العظام، وهو المرض يمكن الأكثر انتشارا بالعالم وعند المتقدمين بالعمر. خلينا نحكي أول شيء شو هو تعريف الهشاشة العظام، أو هي ترقق العظام أو وهن العظام. نحن بنسميه كمان هو اللص الصامت، يعني بشكل مختصر وبسيط الهشاشة العظام هي نقص كتلة العظم بوحدة الحجم. خلينا نعرف المبدأ الأساسي بتكوين العظم. العظم في بناء كتلة حية، هو في بناء وهدم بشكل مستمر. بالأعمار الصغيرة بيكون البناء أكثر من الهدم. كل ما تقدم بالعمر لبعد بعد 50 سنة عند السيدات بصير الهدم أكثر من البناء. فنحن أهم شيء حتى نحافظ على العظم تبعنا لازم بالمرحلة المبكرة بالطفولة بالشباب يكون غذاء، يكون رتم الحياة تبعنا الصحي حتى نحصل على عظم بعمر 50-60 سنة قوي. هشاشة العظام الخطر الأكبر منها هي الحدوث كسور. يعني بيجي مريض عمره 60-70 سنة بحركة بسيطة بصير عنده كسر عنق فخذ، خصوصا كسر عنق فخذ، أو بصير عنده كسور جهدية بانخماص أجسام الفقرات. بيجي المريض بيقول لي عم أقصر أنا الفقرة تبعه، كل ما عم بيصغر الحجم تبعه عم بصير كسور انهدامية بأجسام الفقرات. نعم تمام دكتور. يعني هشاشة العظام هو يصيب الرجال وأيضا النساء، ولكن عم نشوف النسبة الأكبر للنساء وخصوصا بعد دخولهم سن اليأس، أو هلأ عم يسموه عمر سن الحكمة. تماما، فينا نحكي ليش النساء أكثرنا عرضة لهذا المرض؟ هلأ كتير عوامل تلعب دور، هي يمكن حتى بلدنا أكثر، لأنه رتم الحياة عند السيدات هو رتم غير صحي أغلبه. هذا طبعا بعد قطاع الدورة نزل تأشير الهرمونات بصير عملية الهدم أكثر من البناء اللي حكيت إنه، فبصير ترقق عظام تدريجي شوي شوي. كتير ضروري نحن بهيك حالة لازم نعمل وقاية، لازم ناخد احتمال ناخد أدوية فيها كالسيوم مع فيتامين د، وأفضل ناخد كمان مثبتات للكلس خصوصا عند السيدات. هلا بصراحة الرجال كمان بعد السن 60 بصير عظمهم يضعف، بس الفكرة الأساسية إنه كل ما نحن كان تغذيتنا ورتم حياتنا صحي أثناء الشباب، كل ما نحن عظمنا بأعمار كبيرة بيكون أحسن. الكويت تبع العظم ونوعية العظم تبعنا بيكون أفضل. فكتير نحن بنشدد على إنه الغذاء الصحي يكون، ويكون نوع في رياضة. طبعا بدون العظم بينبنى لازم يكون في شوية ستريس على العظم. إذا ما كان في رياضة لو لطيفة العظم ما حيقوى. يعني هي في المبدأ الأساسي بال دكتور. طيب شو هي الفئات العمرية اللي بتصيب هشاشة العظام بتصيبهم غير سن مثل ما قلنا 40 أو 60 عند الرجال؟ وشو أسباب الإصابة بمرض هشاشة العظام؟ هل في سبب علمي؟ هلا هي الفكرة الأساسية اللي حكيتها إنه نحن بالعظم هو كتلة حية في بناء وهدم بشكل مستمر. مع تقدم العمر بصير الهدم أكثر بناء، فهي سنة الكون، يعني ترتيب رب العالمين إنه بصير العظم دي يضعف. بس في امراض مثل امراض الرسويه، في امراض العلاقه بالغده، الغده الدرقيه، في امراض هرمونيه بتاثر بتسوي ترقق عظام باكر. هلا نحن بشكل عام نحن انه عند اغلب السيدات بعد سن الخمسين بلش العظم الكثافه تبعه تقل مع تقدم العمر. فنحن لازم الفكره الاساسيه لازم نعمل وقايه قبل ما يصير عندنا ترقق عظام. كثير بيجينا مرضى بيراجعوني بيقولوا لي دكتور انا عملت تحليل كالسيوم، عملت كثافه طلعت طبيعيه، ما لازم اخذ شيء. لا، نحن لازم ناخذ، نحن ما لازم نستنى العظم حتى يضعف. هلا كل الدنيا بالعالم، بالمانيا، بماليزيا، كل بيعتمدوا على الوقايه. اساس العلاج لازم نعمل وقايه. فنحن دكتور لازم الاغذيه لها علاقه بهذا الشيء؟ يعني طبعًا اللي ما بياكل حليب وبيض وهالقصص ممكن طبعا الوعد الغذائي والتعرض للشمس كثير ضروري. فإذا كان طبيعة الأكل تبعنا ما بتستوي كمية كافية من كالسيوم، مغنيسيوم، الزنك، وما في فيتامين د، هذا بيأثر على المدى البعيد. المبدأ الأساسي إنه لازم يكون في غذاء صحي، رتم الحياة صحي، رياضة لطيفة، نحصل على عظم كويس وما بنشوف دكتور.
فهي المبدا الاساسي. نحن اهم شيء بصراحه المخاف انه ان الكسور، الدراسه العالميه الامريكيه الكسور نتيجه ترقع عظام عم تسوي مشاكل كثيره. مويت عم نضطر نعمل تبديل مفصل ورك، كسر عنق فخذ، يعني المريض من وقعه بسيطه بس عنده كسر عنق فخذ. فنحن لازم ما نوصل للمرحله هي. هلا العظم بصراحه بيضعف، بس نحن هدفنا انه ما يضعف بحس يوصل لخطر الكسر. يعني هي المبدا الاساسي بالعلاج، الوقايه افضل من العلاج. هي اكيد اكيد. دكتور يمكن انعرضت هلا بعض الصور او لسه عم تنعرض حول الفارق بين العظم السليم والعظم المصاب بالهشاشه او بالترقع. خلينا نحكي شوي عن الاسباب الوراثيه، هل لها علاقه اذا كان مثلا شخص اهله ولا هو شيء طبيعي يصيب يعني بعد عمر معين الرجال كان او النساء، ولا ما لها علاقه كمان وراثه؟ الوراثه بتلعب دور، بس هي اغلب مو حكي انه مثل رتم الحياه الصحي، رتم الطبيعه الاسريه، طبيعه التغذيه، التعرض للشمس، الرياضه. هلا النساء ببلش العظم يضعف عندهم بسنه 50 تقريبا، الرجال ببلش بعد 60، وبلش منحنى البياني، بمنحنى البياني العظم يضعف مع تقدم العمر. تمام. هي الاساس، اساس كيف ما نحن بنبني عظمنا نحن شباب بنلاقيه بسنه 50. يعني نحن العمر 50 هو كيف 30 سنه، كيف كان رتم الحياه في عمر 30 سنه. يعني حتى الطفل مثلا اذا كان عم يتغذى بطريقه صح طبعا. من وقت ما كان طبعا بعمر صغير هذا الشيء بياثر على للشيء اللي بعدين. طبعا هذا هو الاساس. يعني كل ما كان الوارد الغذائي بيحتوي مواد تحتوي على كالسيوم وفيتامين د، حليب، خضار، فواكه تازه. وكان في رياضه. نحن انا باكد اكثر شيء انه الرياضه. الرياضه هي اساس ببناء العظم. العظم بحاجه لجهد لو بسيط حتى ياخذ القوه تبعه. يعني رتم الحياه الغير الصحي، القعده فتره طويله، وعدم ممارسه الرياضه بتؤدي لضعف العظم تبعه. نعم نعم. طب دكتور شو هي المناطق اللي اكثر شيء بالجسم ممكن يصيبها هشاشه العظام عند الرجال والنساء، وكيف بيتم تشخيص هذا المرض؟ شو مضاعفاته؟ شو بيشعر المريض حتى يلجا للطبيب اخر شيء؟ هلا اكثر شيء الفقرات القطنيه، احنا اكثر شيء فيها عليها الضغط، عنق الفخذ، اسفل الكعبره، المعصم تقريبا. هلا في شيء اسمه قياس كثافه عظميه، هذا بنحدد كتلة العظم بوحدة الحجم احنا بنسميها. قياس كثافة كثير ضروري يكون، كثير ضروري لازم نعمل معاير للكالسيوم والفوسفور، فوسفات قلوية، والمغنيزيوم وفيتامين د. هلا بصراحة بلدنا احنا عم نلاحظ انه في كمية كبيرة من السيدات نتيجة رتم الحياة غير الصحي عندهم نقص فيتامين د. فنحن كثير ضروري بنشدد انه التعرض للشمس، الشمس قبل 10 الصبح أشعة غير ضارة، وقبل المغرب شي ساعة. فيهم ياخذوها مكملات غذائية كمان دكتور؟ هلا كل ما كان الشيء طبيعي كل ما أفضل. بس نحن ما فينا ناخذ مثلا يعني حبه كالسيوم، ما فينا ناخذ شيء 10 كاسات لبن مثلا. ففي اوقات اذا كان في نقص كالسيوم لازم نعوض عنه. لازم وفي حاله تكون في مشاكل بالغدد لازم نعالجه. اذا كان في نوع من سوء الامتصاص. هلا كل ما كان نوعيه الطعام جيده ورتم الحياه صحي كل ما كان العظم اقوى. تمام. دكتور خلينا ننصح النساء انهم يحللوا طبعا في حال صار في آلام بفقرات الظهر. دائما هشاشة العظام احيانا بتتركز على فقرة الظهر، بيكون وقتها في نقص بالمخازن لفيتامين د. شلون بدنا ننصح النساء؟ هلا اغلب الآلام بنقص الطرف العظام بيكون آلام ليلية، بتكون آلام وهن عام. فنحن بننصحهم انه يعملوا اي سيده تقطع الدوره انه عمل كثافه عظميه، والكثافه العظميه نعيدها بعد سنه، يعني يعمل مثل كنترول. وبنصح انه اي سيده عندها فوق ال 50 سنه لازم يفضل تاخذ كميه من الكالسيوم وتاخذ مثبت كلس. هلا في كذا انواع مثبت كلس، الطبيب هو بيقرر حسب الكثافه العظميه. يعني دكتور فيتامين د مو هو بيثبت الكالسيوم؟ الفيتامين د مو مثبت، هو احد العوامل اللي بتخلي الكالسيوم يعني بتيجي على العظم. بس المثبتات في كذا نوع وكذا طريقه حسب الكثافه العظميه. تمام. يعني اعطاء الكالسيوم الوحيدا من دون مثبتات كلس ما بنستفيد من الكالسيوم. نعم. دكتور خلينا يعني وصلنا على السؤال الاهم اللي هو كيف فينا نعالج هاي المرض، وهل بيختلف من حاله لثانيه حسب المنطقه اللي هو موجود فيها؟ طبعا في اذا كان عندنا اذا وصلنا صعنا ترقع عظام شديد حسب ترقق فيه، او في كثير طرق نعطي، في اوقات بنضطر نعطي
أدوية مثل كالسيتونين ميوكالسيك بتساعد على بناء العظم، وفي حالات البسيطة بنعطي أدوية بتثبت هدم العظم. المبدأ اللي بأكد عليه أنه نحن الكتلة العظمية هي كتلة حية في بناء وهدم بشكل مستمر، فنحن لازم نحاول نحدد بالهدم ونزود البناء حتى نحصل على كمية جيدة من العظم. وممكن يوصل لنتيجة مثلى للمريض؟ طبعا، بس المشكلة الأساسية أنه الأدوية المثبتات العظم نتيجتها بتكون فت بعد مو مباشرة بعد يوم، لأنه نتيجتها حتكون بعد 3 أشهر. يعني احنا لازم نستنى ناخذ دواء نتيجته بدها تكون بعد فتره طويله، فالاساس العلاج والوقايه. احنا لازم ما نستنى حتى عظمنا يضعف، بس لازم ناخذ، لازم يكون غذائنا صحي ورياضه لطيفه، واذا اضطرينا ناخذ متممات غذائيه وكالسيوم مع مثبت كالسيوم حتى ما نوصل العظم يضعف. تمام. لان اذا ضعف العظم صار في كسر، فتنا بالمتاهه. تمام. دكتور، بيختلف العلاج من شخص لشخص، من مرأة لمرأة، من رجل لرجل؟ إذا كان مثلا في أمراض بيعاني منها الشخص، بيختلف العلاج ولا هو العلاج ما بيأثر بشكل عام، هو علاج واحد لجميع الأشخاص؟ لا لا، طبعا كل مريض اللي بندرس بحاله خاصة، بتتعامل معه كحالة خاصة. في مرضى بنحتاج نعطيهم كمية كبيرة من الكالسيوم، في مرضى بنحتاج نعطيهم كمية قليلة، في مرضى بنعطيهم كالسيوم بنوم، بنعطيهم بس لهم الغذاء الصحي. يعني بيختلف من شخص لشخص وحسب العمر طبعا وحسب الجنس، طريقة التعامل مع السيدات غير التعامل مع الرجال كمان. بس المبدأ الأساسي إنه الغذاء الصحي، الرياضة اللطيفة، رتم الحياة الصحي، أكد على رتم الحياة الصحي. دكتور، دائما في أخطاء شائعة بأي مجال صحي بسبب انتشار يمكن بعض المعلومات إن كانت صحيحة علميا أو لا، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بالمجتمعات، فشو هي الأخطاء الشائعة اللي عم تسمع عن هشاشة العظام اللي عم يمارسوها طبعا الأشخاص حتى يتجنبوا، وشو بتقول لهم نصائح؟ هلا مثلا بيجي مرضى بيقول لك قشر البيض بحطه مع الليمون بيطحنه بيشربه. الكالسيوم اللي بقشر البيض هو كالسيوم غير عضوي، ما بتقبله الجسم، فهي غير صحيحه. غير صحيحه. هلا مثل هلا بفضل مثلا كاسة ليمون افضل من كاستين حليب. الليمون افضل من الحليب. الكالسيوم فيه، الكالسيوم فيه اكثر من الحليب، وما في كوليسترول شحوم. يعني السمك، كثير مأكد على موضوع انه السمك، الخضار، الفواكه التازه، دول مأكد كثير انه لازم يكون في رياضه. يعني الشخص اذا كان شغله مكتبي لازم يكون في عنده قاعد ساعه يتمشى 5 دقائق، ما يقعد فوق الساعه. نعم. بس كمان ما بنصح انه يجي يلعب دغري سنه كامله ما عم يلعب رياضه يجي يحمل اوزان. لازم يكون رياضه تدريجيه، نبلش من رياضه خفيفه، بعدين سباحه، بعدين في مشي، بعدين ركض، بعدين تحميل وزن جزئي تدريجي بده تكون. تمام. يعني دكتور، لكل اللي عم يتابعنا واللي عم يتابع حضرتك، بدنا نصائح عامة لتفيدهم بهذا المرض اللي هو شائع ومنتشر. على الأساس هو نحن الطفولة، كل ما بنغذي أولادنا بشكل صحي، كل ما الأولاد بتعلموا كيف طريقة التغذية بالشباب بصير بالكبار. فهي هي حكيتي عامل وراثي، هي كيف ثقافة الأسرة. فكل ما الأسرة كان ثقافتها صحية، إنه كان غذاء صحي، رتم الحياة صحي، الطفل بتعلم كيف بيعلم، كيف يغذوا أهله، كيف يعني بيعلم أولاده بعدين. فنحن لازم يكون غذائنا، يعني ثقافة تثقيفية تكون صحية. دكتور، شكرا لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله نستضيفك هيك بحلقات جاية نستفهم أكثر عن العظام وكيفية الحفاظ عليها كمان. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. أكيد نشكر وجودك معنا ويسعد صباحك.